كوبا كابانا هو واحد من أجمل وأشهر شواطئ العالم، ومنطقة جذب سياحي يستحيل أن يسقطها أي زائر لريو دي جانيرو من قائمة الأماكن التي ينوي زيارتها في البرازيل. ولعل العديد من المقومات اجتمعت لتجعل من كوبا كابانا أشهر شاطئ في العالم، فإلى جانب زرقة المياه ونظافة الرمال، هناك الجبال التي تحيط بالمكان لتزيد المنظر بهاء وروعة، وتجعل منه مزارا يفتخر به البرازيليون واللاتينيون عموما. أنا فنزويلية أقيم هنا في ريو دي جانيرو، وأداوم رياضة المشي على رصيف هذا الشاطئ الجميل. إنه حقا رائع، وهو قبلة للراغبين في التمتع برماله الذهبية وأمواجه الهادئة، كما أنه مقصد لكل من يرغب في ممارسة الجري أو ركوب الدراجات الهوائية. أعتقد أن شاطئ كوبا كابانا ينطوي على شيء من السحر، سيطر علي وجعلني أزور ريو دي جانيرو للمرة الثالثة. أعترف أنه باستثناء تفحص البريد الإلكتروني مساء كل يوم جريا على عادة كل الصحفيين، فإنني أقطع جميع الاتصالات وأستسلم للشمس والبحر والموسيقى. ما يعجبني في هذا الشاطئ هو عندما أرى شيوخا تجاوز سنهم 80 لكنهم يواظبون على هواية الركض، وليس كما هو الحال بالنسبة إلي، حيث فعلت السن مفعلتها بجسدي الثقيل ولم يعد يسعفني في الحركة والتنقل. ويقع شاطئ كوبا كابانا في المنطقة الجنوبية من مدينة ريو دي جانيرو، ويمتد على نحو 4 كيلومترات، وعلى رماله تقام بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة. ويتميز كورنيشه برصيفه البرتغالي الشهير المزين باللونين الأبيض والأسود الذي يظهر على شكل تموجات بحرية. في ريو دي جانيرو لا يتسرب الملل إلى نفوس السياح، حيث يمكنهم الانتقال من كوبا كابانا إلى شواطئ إيبانيما أو لوبلون أو فلامينكو فقط مشيا على الأقدام. إنه شاطئ رائع جدا، يحلو التمتع بجماليته وشمسه ورماله. ريو دي جانيرو واحدة من أروع مدن العالم، وكوبا كابانا واحد من الشواطئ الذي يختزل لوحده جمالية قد يصعب العثور عليها في مكان غير البرازيل.